سلام أميرتي، مرحبا بكم في قناتكم حنان سيكريت. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة وعافية يا رب. إذا حبيباتي، لقاءنا يتجدد اليوم في فيديو جديدة دائما في سلسلة جهاز العروس. موضوع اليوم كان تحت طلب بزاف مشتركات. كاين بزاف بنات عجبتهم لا ديكوراسيون اللي درتها في فيديوهات الفراش، وكانوا طلبوا مني أني أخصص فيديو مفصل نحكي فيه على هذا الموضوع. بالنسبة للبنات اللي مازال ما شافوش الفيديوهات الفريش، خليكم جميع الروابط في صندوق الوصف هكذا باش تدوا أفكار. إذا موضوعنا لليوم يخص تنسيقات وأفكار ديكور اللي درتهم في جهازي مع الأسعار أكيد. لكن قبل ما نبدأ حبيت نقول لكامل البنات اللي راهم يشوفوا في الفيديو، إذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي جام وكومنتير باش يشوفوها أكبر عدد من العرايس وتعم الفائدة. واللي مازال ما اشتركتش نقول لك نورينا باشتراكك، فعلي الجرس باش يوصلك كل جديد نحطه. بلا ما نطول اكثر يلا نبداو. اذا حبيباتي نبداو فكرة الديكور الاولى ولا تنسيقات لديكور باللون الوردي. انا كنت هنا جبت هذه الفاز اللي شريتها ب 12000 برك، ودرت بها شحال من ديكور دوك تشوفوهم. كنت درت فيهم هذو الوردات الغاز اللي كانوا جاوني كادو، وكما راكم تشوفوا جا شكلهم يهبل. حطيت معاهم هذه الشمعة، هذه شريتها ب 90000، تريح ريحة العسل والياسمين كما مكتوب فيها. شكلها بزاف هايل، وزدت لهم هذا القلب الوردي اللي جابتو لي صاحبتي، نقولها ميرسي بوكو. سعر تاعها على ما اظن 100000. فيها الداخل ثاني شمعة صغيرة. وبلا ما ننساو مرآتي العجيبة، شريتها ب 20000، كنت راح نخدمها بلاتو ميغواغ، ومن بعد جاتني هذه الفكرة ودرت معاهم هذو الشمعات ب 2000 الوحدة. زدت لهم لمستي اللي هي في الاول كنت حابة ندير ديبول، ومن بعد ما لقيتش درت هذه السلسلة، وكما كنت متوقعة زادت من جمال المنظر. إذن حبيباتي نجو نشوفو ثاني ديكور معانا، لكن هذا الديكور باللون الأبيض. كما راكم تشوفو خليت نفس الأشياء وبدلت برك الوردات هذوك، درتهم في اللون الأبيض وتحصلت على ديكور مختلف على الديكور الأول. حبيباتي بالنسبة لفكرة الديكور الثالثة، حبيتها تكون باللون البنفسجي كما راكم تشوفوا. نبقاو بنفس الفكرة، هنا جبت فاز بشكل مختلف على الفاز الأول ودرت فيه هذو الورود. هذا شريته بوكي كامل، وأنا وزعت الوردات بهذا الشكل وزدت لهم ورد مجفف باش تكون عندي ديغراداسيون في لي كولور كما راكم تشوفوا. وهذا البوكي دوك نوريه لكم كيفاش داير وبشحال شريتو. زدت حطيت معاهم هذه الشمعه، هذه الشمعه شريتها ب 35000، بالنسبه للفاز السعر نتاعو ب 50000، وهذه الشمعه ب 35000 بعطر الخزامه. وكما درت من قبيل عاودت بدلت الوردات برك ولحت شوية ورد مجفف وتحصلت على ديكور بشكل مختلف. البنات كانوا هذو هما لي بوكي اللي قلت لكم عليهم قبيل. هذو لي بوكي كل واحد شريته ب 20000، هما صح زينين ورخاص بصح ما فيهمش لي كولور بزاف، فيهم هذو الالوان برك. وهذو كنت نح منهم ونديكوري كيما نحب. بالنسبة لمحبات اللون الأحمر،
ما نسيتكمش سقت لكم هذه الفكره. جبت وردات في اللون الاحمر، هذو كنت شريتهم 35,000 كيما راهم هكذا زوج مع بعضهم، ودرتهم في نفس الكاس وزدت لهم زوج شمعات في اللون الاحمر، ولحت شويه ورد مجفف في نفس اللون، وبهكذا تحصلت على ديكور راقي ورومانسي. إذن حبيباتي نبدل شوية، على بالي دخلت عليكم ورد 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 كرهتكم. خلاص كملت مع الورد، وهنا نروح نشوفوا هذه لا ديكوراسيون، هذه القارورة المضيئة. هذه صراحة عجبتني بزاف، حسيت شكلها مودرن، وشفتوا هذيك الاكسبريسيون اللي مكتوبة فيها، لا كارنيتور اللي راكم تشوفوا فيها، هذو الصغار هذو كنا نوري لكم منين جبتهم. درت فيهم شمعات الداخل، وكالعادة حطيتهم فوق هذيك المراية، وتحصلت على ديكور زين يجي مع فريش ارجنتي ولا بلو ولا غري. كما راكم تشوفوا هذا هو لو بوجوار اللي قبيل نحيت منه هذوك لي تروك اللي درت فيهم شمعات. هذا كنت شريته 230، وهذوك تقدروا تنحوهم وتقدروا تركبوهم. انا لقيتها اون ايدي باش نربح ديكور واحد اخر، فينالمون خرج لي واش كنت حاب. وهنا كما راكم تشوفوا خليت هذيك لا بوتي وزدت لها هذا لو تور ايفل ولا برج ايفل، ودرت فكرة جديدة. البنات نشوفوا مع بعضنا فكرة واحدة اخرى الديكور مختلف شوية. كما على بالكم مؤخرا ولات الفوانيس ديكور معتمد بزاف في المناسبات الدينية، عليها شريت انا هذا الفانوس، وبالصدفة لقيت مع هذاك الكاس، لقيت في لامام كولور شريتهم مع بعضهم هكذا باش نحطهم مع بعضهم. وكما راكم تشوفوا جا ديكور بزاف هايل. بالنسبة لسعر الفانوس شريته ب 180,000، والكاس شريته ب 7,000. وكنت شريت في جهازي هذا لي غارنيتور، هذو نحتاجوهم، نقدروا نستعملوهم، نقدروا نحطوهم فوق لي طابل دو نوي، كوم نقدروا نحطوهم فوق لا كوافوز. كيما راكم تشوفوا حاجه سامبل وكيوت، فيهم جو دو لوميير، مع ديكو سامبا ايتي كيما اللي وريتكم المره اللي فاتت. فرواح تشوفوا معايا هذا الفانوس العجيب، الفانوس السحري. هذا ثاني كنت شريته في مناسبة، كانت مناسبة المولد، عجبني بزاف، لقيت بزاف أشكال، وأنا خيرت هذا جاي برونز، وفيه شمعة لداخل، شمعة ماهيش حقيقية، شكلها بزاف هايل. هذا كنت شريته 230,000. نجيو نشوفوا اهم حاجه لازم تديها اي عروس، وهي الورد المجفف. كما راكم تشوفوا انا ديت في الغوج وديت في المارون، شكلهم بزاف هايل، تقدروا ديروا به بزاف ديكوراسيون، شكلهم بزاف هايل وتحتاجوه. واخر حاجه الشموع، هما ثاني ضروريين ولازم تدي منهم اي عروس. كما قلت لكم الشموع والورد المجفف ضروريين بزاف وتحتاجوهم. كما الورد هذا الوحدة شريته ب 55,000، وهذو الشموع تحتاجوهم بزاف، راه مش غاليين بزاف، الوحدة ب 2000. وكما يقولوا ختامها مسك، انا حبيت نختم لكم بالشموع. ان شاء الله دائما حياتنا تكون منورة وفرحانين وزاهين يا رب. اذا حبيباتي وصلنا لنهاية الفيديو،
ان شاء الله تكون عجبتكم يا ربي، وما تنسوش تبارتاجوها مع كامل العرايس اللي تعرفوهم، مع كامل البنات، باش هكذا باش تعم الفائده. وما تنسوش تفرحوني بجام وبلي كومونتير زينين اللي كيما نتوما، ونقولكم تبقاو على خير في فيديو جديد ان شاء الله.